عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين دائما رانا نهضروا ونحذروا ونتكلموا عليها قبل وقوع الكارثة، يعني وقوع الكارثة وهي أموال الكراس. سبق الكراس كاين لاعبين اللي مخلصين النص، مش مخلصين قاعد راهم مخلصين النص، والنص اللاعبين دورهم مش مدينه. كاين بزاف امور راهي مربدة عليهم النتائج، كاين امور راهي مربدة عليهم النتائج تاع المنتخب الوطني الجزائري. هذه لازم يكون على بالكم بها. انا نقولوا فيها كاين حساب، كاين واحد الحسابات اللي راهم مربدين. شتوما لا نقول لكم شتوما لا، نتائج تاع منتخب وطني. الله لا يبلي ويقدر، الله لا يبلي ويقدر. وصورتو ما نبغيهاش كاع، بصح نهضروها. لو كان تكون كاينه فوبا هنا في الجزائر، خاصه في كاس العالم، والله لا غادي تسمعوا العجب، تسمعوا العجب المعجب. غادي ذاك الغطو هذاك الغطاء هذاك يوخروا ويخلوا البركان يطرطق. تسمعوا العجب المعجب، هذه باش يكون على بالكم. وحسب الإعلامي حسين جناد، الحصيلة المالية التي أنجزتها الفاب وصدق عليها أعضاء الجمعية العامة نهاية شهر أكتوبر الماضي، يعني أنا شوف نقول لكم كلمة، قسموا بالعلي العظيم، هذوك هما النعاج، هذوك هما الدجاج. خاص كاين واحد المثل يقول لك اللي مربي الدجاج كيحل كيما كيبغي يربي الدجاجه، الدجاج كاع يهرب هكا، يهرب كل واحد يخزن، ولا كيدخل يده يجيب الدجاجه يذبحها كل يوم كيما هكا، ويما يخوى يعاود يعمر كيما هكا. هذوك النعاج تاع اللي يردوا يديهم هما سبب المحن اللي رانا فيهم اليوم. لو كان كانوا رجال، لو كان عندهم زعامه رجال، يعني زعامه رجال تصيب فيهم، كاين اللي تصيب فيه، والله هما سبب المهازل. خاطش عليه فرعون كي ولا يقول بلي انا ربكم، الهود منافقين، مين مات سيدنا يوسف عليه السلام، مين مات؟ خلى ديك الفئه تاع اليهود هذوك اللي جاوا من كنعان، خلاهم منافقين. بعد دارو بشويه دارو تولوا يعبدوا في فرعون، ولا يقولوا شكون رباكم، ولا يقولوا له نتايا. هادو صار لهم كيما هاك، هاد العقليه صارت لهم. بس هذا رئيس الاتحاديه يوجد بيلون، ناس تربد يديهم، مكاش لي يهدر، مكاش يقول له يا ودي هذا البيلون يا خويا انا امتنع، يدخل يده في جيبه، انا امتنع خويا، انا ما تحطوش بلي انا ربت يدي، غدوة ان شاء الله محاسبه انا خاطيني. وأدراري راه هدر هذاك تعب جايه، أدرار هذاك هدرها. اش قال لهم؟ قال لهم قلت لزاتشي غادي انت تدخلنا للحبس وربي وكيلك، هدرها كيما هاك العام اللي فات. ضربك انت يا خمسه ضربك انت 63 مليار ما شحال حسب وين شان كيفاش نهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو ما جاء في حساب محاسبة رقم 63 مليار، حيث تم ترسيم استفادة التقني الأجنبي من مبلغ مالي يقدر ب 35 مليار سنتيم، دون ذكر تفاصيل ودون استفسار ولو عضو واحد من أعضاء الجمعية العامة على هذا المبلغ. ليبقى السؤال مطروح، من هو أو من هم هؤلاء التقنيين الأجانب الذين استفادوا من هذا المبلغ الضخم 35 مليار سنتيم؟ كاش لي يهدر هذا الدراهم وين راحوا؟ والقضية المتابعة، وأنا نقول لكم بلي مازال ما داش دراهمه، مازال ويهدر هو. خاطش عليه مني نوضلو واحد يدلو ما تهدرش معايا، انا جبتك كوب دافريك، خاطش داير كلش كاع خدمته واش داير، دايرها في كوب دافريك. مين يهدرو معايا يقولو انا جبت كوب دافريك،
هذه تاع الخرس، هذه تاع من، هذه تاع من تاع من، راهم يوجدوا يوجدوا في على بالك شي يوجدوا كيما ذاك كمال مهوي كنت تبعوه شهدر ديك خطره. قال لهم زتي الجماعه اللي معاه مشي فور، المكتب اللي معاه مشي فور. علاه؟ زتي راه يهدر للناس يقول لهم المكتب لو كان تفوتوا عليا هذا المكتب ما غاديش نخليه ندير مكتب جديد وقت اخر في مارس، يقول لهم ندير مكتب جديد. خاص كون تشوفوا كمال مهوي كيفاش راه يهدر، يقول لهم كيما يا ودي المكتب اللي معاه شويه عيان، يحوسوا يوخروا ذاك المكلف بالاعلام، يوخروا يجبد كاع ويجيب ناس وحد اخرين اكثر شراسه من هذوك اللي كانوا معاه. نولوا نقولوا يا ودي غير بهلول وحاكم الدان ولا هذو اللي جاو، هذه يكون على بالكم بها. خاصك تهدر كيما هكا باش يعرفوا رواحهم باللي راه على بالنا، باللي راه على بالهم، باللي راه على بالنا، هذه باش يكون على بالكم. دونك ما كاش رئيس نادي ولا رئيس رابطه ينوض يهدر يا سي زتشي هذه الاموال من سبه اللي عطيتهم هذه الاموال، كيفاش كانت نهار اللي راح كانت 3 مليار كنت قادر تعطيه 3 مليار، كنت قادر تعطيه 5 مليار، كنت قادر تعطيه، بصح من أي وجه خلاك حتى اليوم تجيب لي أنايا 35 مليار تحطها لي تقول لي هيا لاوي راهي 35 مليار داوها، شكون اللي داها؟ شكون هما؟ وبأي قانون داها؟ وشكون هادو اللي سنيالو لك عليها؟ شكون هما هاد الناس اللي سنياو لك عليها باش تخرج هذه 35 مليار؟ وشكون هما التقنيين هادو اللي هدرت عليهم؟ حنا على بالنا روح جبت زوج من البياريال مهزله ما كاش كاع زوج من البياريال جابهم، على بالنا على جابهم. كنت تروحوا البياريال تشوفوهم هاد الناس، قال لك كانوا يخدموا في اكاديميه في البياريال، اكاديميه تاع البياريال كانت مديكلاريا ما فيهاش ما كاش، هادو ناس يخدموا لا ماتيير تاع السيراميكا راح جابهم اسم الجزائر تما كود خيطوا وكروشي. هذه باش يكون على بالكم، باش يكون على بالكم شتا كاين. ومن بعد جا قال لك يا ودي هادو الناس عندهم 15 عام خبره، سقسينا عليهم خرجنا عليهم والاخرنا وهدرناها في وقتها 15 عام خبره، وين هما عندهم 30 عام؟ اللي عنده 30 عام تنجم تقول له عنده 15 عام خبره؟ تسمى مين كان عنده 15 عام هذا فاش دخل؟ وزيد كانوا هنايا كل انواع لي كولير كانوا يدخلهم سيدي موسى، الاكل في رمضان بزاف صوالح، قاعدين يخلصوا كاين شاربين يخلصوا، والاموال كيفاش تنقسم؟ كاين بانك في الخارج وهي تهريب العملة صعبة، والدولة على الناس على بالهم باش يكون على بالكم. كي تهدر كيما هاكا بالك بلي رانا غير نهضرو غير هاكا نهضرو، بصح هما راني عارف انا نعرف ضرهم، نقلع لهم باري هذه الهضرة تقلع لهم باريستامول ينضروا، خلي تساطر خلي راسه يساطر الله. عرفتو كيفاش؟ أنا يضربوك هذو الأموال نتايا، هذو الناس اللي يردو هذو النعاج اللي يردو يديهم، يردين كعايلهم، نورمالمون تريكلام يا خويا، أنا ما نربطش يدي وأنا نتنازل، كيما يقولك أنا أمتنع، كون درتو إمتناع، إمتناع خويا، حنا هذا البيلون، حنا ماناش ضدك بصح هذا البيلون غادي يجيب لنا مشاكل، نورمال هاكا ما توطيش نورمال، بصح نتوما لا. يروحوا يوكلوكم شويه الحب، يبيتوكم في لوتيل، يبات ذاك منسق ما بين رابطات يدور بيناتكم، صحابه يبانوا يدوروا بيناتكم، كيما الجمعيه العامه يوجدها 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 يخليها حتى تقرب بالشامبيونه، بعد يخرج يجوا انت بيطيح قدي ما طيحش بديتك ما طيحش، يروحوا عند اللي بيطيح انت بديتك من بعد يطيحوا اللي بيطيح اللي بيموت اللي بي سقسوا سقسوا تاع سعيده وسقسوا تاع ليسبيرونس كيفاش لعبوها لهم. ملي جا عنده واحد قال له انت ما طيحش
مبجع نتاع سعيده قالوا ما طيحش، مبعد راحوا عند بليده قالوا له بديدك الطيحه نديروها مكاش، مبعد راحوا عند بوقلقال قالوا له نعاهدوك ما طيحش، مبعد راحوا عند تاجنات قالوا له نجيب لك الماتش الفلاني الماتش الفلاني ما طيحش. اي كيبو العطله ثانيه اللي بيطيح يطيح واللي بيموت يموت. بعد يسيبوا حمير وحد اخرين هاكي ما طلعوا 20 منه 20 من فتعوا يزيدوا في الجمعيه في الاصوات، هذه هي طلعوا 20 من 20 من 20 مليون 20 شرق غرب 20 وسط غرب ووسط شرق 20 20 ها 40 زيد لها مليار 60 صوت رافدين كرايهم كل حمير ما كاش لي يهدر على ذيك يتحكم يرش عليكم حاسبينها ما زمزم. الله ينعل الراجل المذلول اللي لابس كسوة تاع راجل ومذلول، الله ينعله الله ينعل الراضي يعني.